وان كان جمعيه كما يدخلها مجموعه من الناس يعني مع بعضين، لكن مبلغ كبير يبلغ نصابه ويعدي يعني 5 سنين، متى ادفع زكاتها؟ ده مش ديون ميتة، مسألة أخرى هذه. لا ده سؤال آخر. طيب إذا دفعت للجمعية أقساطا وبلغت الأقساط النصاب، بلغت الأقساط التي دفعتيها النصاب منذ بلوغها النصاب انتظري سنة، وبعد مرور سنة زكي على ما مرت عليه السنة. وإن كانت الجمعية 5 سنوات ماذا أفعل؟ أنا قلت لك أنت بتفهمي ولا مش بتفهمي؟ تفضل سمعت. أنا قلت لك العبرة بالأقساط التي دفعتيها أنت. أنت كل شهر مثلا تدفع 5000، معنى ذلك أنك ستصلين إلى النصاب، إذا كان النصاب مثلا 80000 تصل النصاب بعد 16 شهرا. نعم. بعد 16 شهرا بعد سنة من بلوغ المال للنصاب تزكي على المبلغ الذي مرت عليه السنة. عليكم. كلام واضح عبد الرحمن ولا مفهوم يعني؟ الحمد لله.